شفتك ولك شفتك. انت ابن ابو شهاب، عرفتك ولك. انا بفرجيك يا عمنطشي، يخرب بيتك، الله يعينك تقرب مره ثانيه على طرطايرتي. العمى بقلبك العمى مثل العفاريت شاقين الارض وطالعين. العمى يخرب بيتك، العمى يخرب بيته بيته. العمى تقولي عفريت وشاقق الارض وطيليه. شفته هلا بروح لعند ام شهاب وبحكي معها. عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايره وينهب الرزق بعد. ولا يهمك تقبرني، قلي وين مشوارك اليوم؟ وين بدي اروح يعني؟ مثل العادي عداير العصافير، بدي احمل كم كيس سماد من هنيك، وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول. يعني بدك تتاخر؟ لا بديش اتاخر، يعني حسب التساهيل. يلا بدك شيء؟ لا ما بدي شيء، سلامتك مهوني. بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص. نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص. ايه الله يرضى عليك، جهزوا لي عده صيد كلياتها. ايه وامسحوا الجفوت منيح. ايه مشان زبره. ماشي ولا يهمك، الله معك. رح تطول بالمزرعه؟ شغلت يومين ثلاثه مو اكثر. ليش كل هالقد؟ يا صالحه هذا موسم صيد الحباري وبيجوز نعسكر يومين ثلاثه بالجرد العالي. اي سياره رح تاخذ معك؟ رح اطلع بالبومه والشباب رح يطلعوا ورايي بال505. يعني الشبح رح تضل هون؟ اي نعم رح اترك لك اياها، واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه. هلا لو قعدت هون قدرت بالك على موسم الزيتون، مو احسن لك من الطلعه؟ لا مو احسن، موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى، بس الحباري والترغل ما بيستنوا. رستم بيت، رستم بيت، كل شي جاهز رستم بيت. والشباب وينهم؟ منتظرين تحت. اصبح زين حمي السيارات على بين ما اجي. حاضر رستم بيت. يلا تريدي شي قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مهوني، وينك رستم؟ نبه على راتب يسوق على مهلها، حاكم انا ما بتعجبني سواقته بنو. تأمري امر صالحة خانو. الله معك. الله يسلمك. اجل العلم يا شباب. وين طاح شهاد؟ زيل قل له خليه يرجع لورا. عمرك رستم بيك. ارجع لورا يا حباب، الطريق ما بيساع الا سيارة واحدة. شي؟ وانا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلها؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق. لا تقول كركوبي إذا بتريد، واحترم حيلك. ها بعدين مفروض يعني انتو اللي ترجع مش أني. أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخيان علي الربع، فإذا رجعتوا انتو ربع الطريق أحسن ما أرجع أني ثلاث أرباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقة فيوزاته؟ طول بالك يا ناظم، أنا بتفاهم معه.
شوف يا أخونا، رستم بيك بده يمرق، ورستم بيك ما تعود إطلاقا يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقولة سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيرة مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي أن كنت راكب طرطيرة ولا جحشي ولا سيارة شبح، فأنا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري. وإذا كان الطريق مطور باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا أخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله أبديش إرجع. ما بدك ترجع؟ شوف شغلكن يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له هالزلمة كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثة على كم طيارة على رقبته بيوفوا بالغراض. إيه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمك. لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفته من أنه ضيعة هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، أكيد من ضيعة عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد إلا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ لك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبداً. بكرة أكيد إخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتاره. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري يروح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمون على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموه؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا، قال حرك هلا خلصني. معود خير يا ويلي ولي على قامتي عليك يا ابو عواد، مين عمل فيك هيك؟ الله يرضى عليك يا ام عواد، عطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد، قل لي بس. يعني عامل حدث بالطرطيرة؟ لا سمح الله ما عملتش حديث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين اتخانقت؟ انا ورستم بايك وجماعتو. يا ويلي، انتو رستم بايك؟ وشو هو السبب؟
هيك حيواني لوحني تيسني مني. أما شو أكلت اللي قتلي يا أم عواد؟ حشك ولبك شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكسر دياتهن ويفك رقابهن. إلهي لا تدعي هيك يا أم عواد، مشان الله لا تدعي هيك. ما بنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كيف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا أبو عواد. كل خوفي ما يشتي في قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فعلك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لأني هددتن بعد ما أكلت القتل. أنت هددتن؟ إيه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتلة لحتى تعرف منو هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكرة بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال المارة، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمسكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقولن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد؟ هذا يلي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك، بس ما قلت لي يا ابو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي بنص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق ليا. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي السترة، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. ما بديش ما بديش اتزهرم شي، مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخواتي وقرايبين؟ اهل ضيعة عش الصلاة سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقة، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرف لي؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، أنا وزعت لك الحراسة على كل أرجاء الفيلا تحسبا لأي طارئ. دير بالك ها، دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود جعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عازته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عشر كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فورا وعن ناعم كمان. روح الله يرضى عليك شرحوا البارودة واصرفوا على أهون سبب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منوب، عمين مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. عبرك يا بيك. أوام لك أخ أخ، من طول عمري جبان ورعديد وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت عليها الشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الواحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة، لقوا كل يلي معي شقفة طرطيرة بثلاث دواليب، وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. ابستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش مع كثير، بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب، الله يستر. يا بيك يا بيك، شو هجموا؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون. يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا قاعد.
اللي يا بيه بتحب تفطر هون ولا برا بالجنينة؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا. خليوني يجهزوا لي عروسة لبنة وخيارتين، وجهز لي حالك انت وياه هون مشان نرجع. حاضر يا بيه. بسرعة الله يرضى عليك. ابو عواد، يا ابو عواد، يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسة لبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عويد، روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق، معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني، روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله، أدعي وأقول يا رب. ماشي بنور الله، ماشي بنور الله، ماشي أنا ماشي، ماشي بنور الله. رستم بيك لعينيك، رستم بيك لعينيك، نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك. للبي عادي رستم بيك، للبي عادي رستم بيك، رستم بيك رستم بيك، رستم بيك رستم بيك. نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك. للبي عادي رستم بيك، للبي عادي رستم بيك.